أحسن الله إليكم، يقول ما هي كيفية الرقية من السحر؟ ما هي كيفية الرقية من السحر؟ من القرآن، يرقى من القرآن، سورة الفاتحة كررها، والإخلاص والمعوذتين، والآيات التي وردت في السحر وذمه والتحذير منه، من سورة الأعراف ومن سورة طه، ومن أيضا يأتي بها ويقراها وينفث على المسحور، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى.